انا عمري ما وعدتكم. بس اصبروا عليا بس شويه، ان الموضوع هيخلص في سنه ولا اتنين ولا في 10. اصبروا عليا كمان شويه كده. ما وعدتش بكده. يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان؟ سنه كمان. بس اصبروا عليا بس شويه. قصور رئاسيه. امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه. اصبروا عليا كمان شويه كده. وهعمل عليك وعلى دماغك. انا اعمل واعمل واعمل. احنا كل المطلوب حاجه واحده بس. المشكله الكبيره اللي موجوده معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق. وادي الشقيطه. امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. النقطة الثانية والموضوع الثاني بخامة الرئيس هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرض في صفقة القرض اللي أنا متأكد إن بخامة الرئيس هيستطيع أن ينجزها. بشوف قوي الإنسان ده صفقة القرض اللي قال عليها بلال من جنوب لبنان. صدقني يا بلال هي هو تعبير يمكن أطلقته وسائل الإعلام مش مفيش وأنا بتكلم بصدق قوي إن شاء الله نجد في الإنسان. ما عندناش معلومات عن الموضوع دوت اللي أنت بتتكلم فيه، لكن ده طرح بيطرح في وسائل الاعلام. دي مشكله كبيره جدا تعرفوها عني. صادق قوي. قد يكون الاختبار ردود الافعال قد يكون لكذا وكذا. النقطه الثانيه والموضوع الثاني قوي 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 صادق تماما قوي. امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. صادق قوي 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 صادق وامين. الصادق الامين امين قوي ان شاء الله. جدا قوي صادق وشريف. اصبروا وسترى. اصبروا وسترى. العجب العجاب في مصر. لا لا لا. ست شهور بس. الو. ست شهور بس. باشا البلد باشا البلد وصل. اتصور خلال سنة او سنتين حاج ابراهيم سيمبل على الاقصى يعني على اقصى تقدير باشا نجم العالم الحاج ابراهيم سيمبل. حاج ابراهيم العرجاني الحاج ابراهيم. انتوا هتشوفوا اداء الدولة المصرية عامل ازاي. الفلوس الفلوس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهم حاجة في الدنيا. لا 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 دي انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. الناس شبعت من الجوع. ليه؟ لأنه ده حق المواطن أن يعبد كما يشاء. المواطن يعبد وبالمناسبة أو لا يعبد. ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه. وشربت من العطش. البلح 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 البلح. كده خربانة وكده خربان. أنا بكلمكم بجد. كده خربانة وكده خربان.
أنا بكلمكم بجد. مصر حلوة وهتفضل جميلة في بستان أخضر ينع يافع. مصر جميلة جميلة مبوظهاش غير البله والبلح والبله. مصر حرة مصر حرة